السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسرني اليوم باسم جمعية الشيخ عياه الخيرية، والتي هي جمعية خيرية ممولة من طرف أسرة المرحوم الشيخ عياه والشيخ الطالب بويا، إذ لا تقبل التبرعات من خارج إطار الأسرة، أن أعلن عن تبرع الجمعية بمبلغ 20 مليون أوقية قديمة. ويأتي هذا التبرع امتثالاً لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وانسجاماً مع الموقف المشرف لقيادتنا الرشيدة ودعم فخامة رئيس الجمهورية محمد الشيخ الغزواني للقضية الفلسطينية العادلة. ستقدم الجمعية هذا التبرع عن طريق حزب الإنصاف الذي تنتمي إليه الأسرة وتناضل ضمن صفوفه وتتمسك ببرنامجه السياسي. وفي الختام أشكركم جميعاً وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باسمكم جميعا نشكر جمعية الشيخ عياه الخيرية على هذا التبرع السخي، وقد قدمت لنا هنا في هذه اللجنة 20 مليون أوقية قديمة باسم هذه الجمعية المحترمة، فنحن نرحب بكم كثيرا ونرحب بهذه الدوحة المباركة. طبعا هذه الجمعية هي برعاية الخلافة العامة لطريقة القادرية في إفريقيا، ونحن نتشرف بهذا التبرع ونشكر السيدة خديجة بنت الشيخ ملعينين التي سلمتنا هذا التبرع، وكلنا شرف بهذا التبرع المحترم. أهلا بكم ومرحبا، وشرفتمونا وكرمتمونا. شكرا.